نعم حازم، استمرار العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي منذ 7 مايو الماضي صباح اليوم، الآليات الإسرائيلية المتوغلة غربي مدينة رفح قصفت عدد من المواطنين بالقرب من دوار العلم على الشريط الساحلي غربي المدينة. انتشلت الطواقم الطبية عدد من الإصابات إلى المستشفيات الميدانية غربي مدينة خان يونس. في وسط مدينة رفح أيضا التوغلات الإسرائيلية ما زالت مستمرة. الآليات الإسرائيلية توغلت إلى وسط المدينة بالقرب من دوار العودة وأيضا منطقة الكراج الشرقي ومناطق وسط بلدي ومناطق وسط مدينة رفح. وسط إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية المتقدمة وأيضا إطلاق القذائف اتجاه منازل المواطنين، وأشعل الجيش الإسرائيلي النار في المنازل في وسط المدينة. في شرقي مدينة رفح أيضا الآليات المتوغلة قصفت عدد من المنازل بالقذائف، وأيضا شاهدنا عمدة الدخان متصاعدة من المناطق الشرقية. الوضع الإنساني هنا حازم ما زال وضع إنساني صعب، وضع إنساني كارثي. المعابر مغلقة منذ أكثر من 64 يوما. معبر رفح البري الذي أخرجه الاحتلال عن الخدمة وأحرق محتوياته ودمر مرافقه بشكل كامل، وبالتحديد في وأيضا معبر كرم أبو سالم أيضا الذي لم يعد يدخل أي مساعدات إغاثية وصحية وإنسانية إلى القطاع. هؤلاء المعبرين الذي كان يدخلان أكثر من 500 شاحنة يوميا إلى القطاع قبل 7 أكتوبر باتان اليوم لم يدخل أي شيء من مساعدات إغاثية وصحية وإنسانية إلى مختلف محافظات قطاع غزة. أيضا عملية انتشال الشهداء ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في جميع مناطق محافظة رفح، ولكن عملية انتشال الشهداء حازم يحوطها ويتوسطها خطر كبير. كل من يدخل إلى محافظة رفح سواء طواقم طبية أو طواقم إسعافية أو أيضا طواقم دفاع مدني يتم استهدافهم بشكل مباشر. بالأمس استهدفت المسيرة الإسرائيلية سيارة إسعاف تتبع للهلال الأحمر الفلسطيني في المناطق الغربية في منطقة حي السلطان، حيث وصلت سيارة الإسعاف لانتشال عدد من الشهداء، وما إن وصلت السيارة تم استهدافها بشكل مباشر وتم تعطيلها وخروجها عن الخدمة. أيضا الوضع الصحي هنا حازم ما زال وضع إنساني صعب. المستشفيات المركزية خارجة عن الخدمة بشكل كامل، وأيضا مستشفيات ميدانية خارجة عن الخدمة بشكل كامل باستثناء المستشفى الميداني الإماراتي المتواجد في وسط مدينة رفح، يواصل تقديم خدماته وسط صعوبة في التنسيق لوصول الإصابات إليه بسبب موقعه الجغرافي داخل منطقة عمليات الجيش الإسرائيلي. ما زالت منطقة رفح ومحافظة رفح مستمر فيها الجيش الإسرائيلي بالتوغل، عمليات خطيرة ودقيقة ينفذها الجيش الإسرائيلي على مدار اللحظة. ننصح المواطنين بعدم التوجه لأي مناطق من محافظة رفح سواء المناطق الشرقية أو مناطق وسط البلد وأيضا المناطق الغربية، لأن كل من يدخل مناطق محافظة رفح يتم استهدافهم بشكل مباشر. هذه التطورات تمام. حتى اللحظة تتركز العمليات الإسرائيلية في أي منطقة بالتحديد في رفح هذا اليوم؟ تركزت العمليات للجيش الإسرائيلي في المناطق الغربية، حيث وصلت الآليات الإسرائيلية إلى منطقة تل السلطان وأيضا منطقة حي السعودي 1 وحي السعودي 2 وحي السعودي 3. وقبل قليل سمعنا أصوات القذائف من المناطق الغربية بشكل واضح، وهنا ندعو أيضا المواطنين بعدم التوجه لهذه المناطق لأن يوجد فيها خطر كبير على حياتهم. تحدثت عن الواقع الطبي، الجرحى الذين يتم استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال أو حتى من المدفعية في هذا الاجتياح المستمر للشهر الثالث على التوالي لمدينة رفح. أين تذهب بهم الطواقم الطبية في ظل الحديث عن خروج جميع المستشفيات في هذه المدينة عن الخدمة؟ نعم حازم، الإصابات التي يتم استهدافها والمواطنين الذين يتم استهدافهم بشكل مباشر من قبل المسيرة الإسرائيلية ومن قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من قبل المدفعية الإسرائيلية يتم الاستهداف في جميع مناطق محافظة رفح، ولكن
في حال الاستهداف هل تسمح القوات الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي بالدخول لسيارات الإسعاف أو سيارة الدفاع المدني لانتشال الإصابات؟ عدد كبير من الإصابات يتم استشهادهم بشكل تدريجي وبشكل متوالي بسبب عدم السماح للطواقم الإسعافية أو طواقم الدفاع المدني لعملية إجلاء الجرحى سواء إلى المستشفيات الميدانية غرب مدينة خان يونس كمستشفى الصليب الأحمر وأيضا إلى مستشفى أو مجمع ناصر الطبي في خان يونس. أشكرك جزيل الشكر على أبو محسن، كنت معنا من رفح الزميل الصحفي، شكرا جزيلا.